الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تعالى اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك تفردت بالملك والجلال وترديت بالعظمة والجمال. سبحانك لا يبلغ وصفك الواصفون ولا يحيط بمدحك المادحون. أحط بكل شيء معرفة وعلما وجعلت لكل شيء قدرا وحكما. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا أملي، أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا أبدا. وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يخفى عليه سواد غسق داج ولا ليل ساج، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا وقدوتنا محمداً عبد الله ورسوله، أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، أتاه اليقين من الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحسن البصري رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ما خاف الله تعالى إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وقال الفضيل بن عياض لهارون الرشيد رحم الله الجميع: يا أمير المؤمنين، فرغ قلبك للحزن والخوف، فرغ قلبك للحزن والخوف حتى يسكناه، فيقطعانك عن معاصي الله ويباعدانك من عذاب النار. ولا يزال الناس على الطريق المستقيم سائرون، ما عمرت بالخوف قلوبهم، فإذا خلت قلوبهم منه ضلوا الطريق. قال أبو سليمان الدراني رحمه الله تعالى: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، لا يزال حديثنا عن أحوال الخائفين الذين استوطن الخوف قلوبهم، فزكت
سرائرهم واستقامت على هدي الكتاب والسنة جوارحهم وصلحت ظاهرا وباطنا أعمالهم. نسأل الله تعالى العلي القدير أن يصلح قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يمن علينا بتوبة نصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحبة، نهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في خلافته عن خلط اللبن بالماء، وتلي بيان أمير المؤمنين في أماكن التجمعات العامة في المساجد والأسواق والشوارع والأزقة وشوارع وأزقة عاصمة الخلافة النبوية المدينة المنورة. وفي ليلة قد اشتدت ظلمتها ونامت أعين أهلها، خرج أمير المؤمنين كعادته يتفقد أحوال رعيته، حتى إذا أعياه الطوفان في شوارع وطرقات المدينة المنورة وأحس بالتعب قد أنهك جسمه، أسند ظهره إلى جدار بيت من بيوتات المسلمين ليأخذ قسطا من الراحة، فإذا به يسمع أما تقول لابنتها: هيا يا بنيتي أسرعي، هيا يا بنيتي أسرعي فأمزج اللبن بالماء، هيا أسرعي فأخلط اللبن بالماء قبل أن يطلع علينا الصباح. فقالت الجارية: كيف أمزجه، كيف أمزجه يا أماه وقد نهى أمير المؤمنين عن خلط اللبن بالماء؟ فقالت الأم: يا بنية، إن الناس يمزجون وما يدري أمير المؤمنين بنا. فقالت الجارية: يا أماه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله يرانا، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا، وما كنت لأطيع أمير المؤمنين في حضرته وأعصيه في غيبته. فتأثر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بمقالة تلك الجارية تأثيرا عظيما، فلما أصبح دعا عاصما ابنه وحدثه بما كان بين الأم وابنتها وأمره أن يتزوجها، وقال له: إني والله لأرجو الله أن يخرج من صلبها صالحا صالحا ينفع الله به الإسلام والمسلمين. فتزوجها عاصم ابن أمير ابن عمر أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، فولدت لعاصم بنتا أسموها ليلى، ثم تزوجت ليلى تلك رجلا من خيار بني أمية يقال له عبد العزيز بن مروان، فولدت لعبد العزيز شابا، الشاب التقي النقي العابد الزاهد الذي أصبح فيما بعد علما من أعلام الخوف من الله تعالى، إنه الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتحققت فيها رؤيا أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر بن عبد العزيز الذي كاد الخوف أن يفتت كبده، قالت زوجه فاطمة بنت عبد الملك رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن زوجها، قالت يوما للمغيرة بن حكيم: يا مغيرة، قد يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر، ولكنني ما رأيت أحدا قط أشد خوفا من ربه من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، استمعوا معي إلى هذه القصة العجيبة
التي رواها الإمام البيهقي رحمة الله تبارك وتعالى عنه عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. لتعلموا أيها الإخوة الأفاضل أن خوف الله جل وعلا متى استقر في سويداء القلوب حال بين العبد وبين معصية ربه، لا فرق في ذلك بين سيد وعبد، ولا بين صغير وكبير، ولا بين ذكر وأنثى. قال نافع رحمه الله تعالى: خرج عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له، فوضعوا سفرة له طعاما، فمر بهم راعي غنم، قال فسلم فردوا عليه السلام، فقال له عبد الله بن عمر: هلم يا راعي، هلم فأصب من هذه السفرة، كل معنا. فقال الراعي: إني صائم. فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار شديد سمومه، وأنت في هذه الجبال ترعى هذه الأغنام؟ فقال الراعي: إي والله أبادر أيامي الخالية. فقال له ابن عمر وهو يريد أن يختبر ورعه بعد أن عرف عبادته، قال له: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليه؟ فقال الراعي: إنها ليست لي بغنم، إنها غنم سيدي. فقال له ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلا إذا فقدها فقلت أكلها الذئب؟ فقال فولى الراعي هاربا وتركهم خلفه وهو يقول ويرفع إصبعه إلى السماء ويقول: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ قال نافع: فجعل ابن عمر يردد قول الراعي: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ قال نافع: فلما قدم المدينة، أي عبد الله، بعث إلى مولى الراعي فاشترى منه الغنم والراعي، ثم أعتق الراعي لوجه الله ووهب له الغنم. هكذا يفعل الخوف، يحول الخوف بين العبد وبين المعصية، ويجعل العبد المملوك يجعله حرا، لأن العبد من استعبدته شهوته واستعبده هواه يجعله حرا أمينا على أموال سيده. ماذا عسى سيدك إذا افتقدها فقلت له أكلها الذئب؟ ومن أين أن يعرف أنك قد بعتها لنا؟ فيتركهم ويولي هاربا ويرفع إصبعه إلى السماء: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ولا أن ما تخفي عليه يغيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله إن المرء بلا خوف وكأنه بلا إيمان، لأن إيمان بلا خوف من الواحد الجبار سبحانه وتعالى نراه بأعيننا
في كثير منا من المسلمين، نراه بأعيننا، عبد أو امرأة له إيمان يصلي ويصوم ويزكي ويحج، وربما يكون ذاكرا لله، ولكن قد خلا قلبه من خوف الله سبحانه وتعالى، فتراه يصلي ويعصي الله تبارك وتعالى، يصلي ولا يراقب الله جل وعلا في أكله، يأكل كل ما دب وهب ولا يهتم بحلال أو حرام، لا يسأل عنه حتى مجرد السؤال، فضلا عن أن يتورع عنه ويتركه لوجه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الخوف في القلب ضعيف، وضعيف جدا. وهكذا أيضا نرى أن المرء يصلي ولكنه يقبل على إعلان الحرب على ربه سبحانه وتعالى، فيتعامل بالربا، يصلي ولكنه يغتاب إخوانه المسلمين، يصلي ويغدر ويكذب ويخون. وهكذا لماذا؟ لأن القلب كما قال أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه، إذا فارق الخوف القلب فهو خرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، روى الإمام البيهقي رحمة الله تبارك وتعالى عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان أمير المؤمنين عمر يعس في شوارع المدينة كعادته في الليل. تلك سنة من سنن الخلفاء الراشدين، أحياها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان أميرا للأمة، ولكنه ما كان يهدأ في ليل ولا نهار، كان يرعى الأمة ويقوم على مصالحها، يشقى لترتاح الأمة، ويسهر لكي تنام الأمة، كذلك يصنع الخوف من الله عز وجل، كذلك يصنع الخوف من الله تبارك وتعالى حتى في حكام المسلمين. أليس هو القائل رضوان الله تبارك وتعالى عنه استشعارا للمسؤولية وخوفا من رب العالمين: لو أن بغلة عثرت بالعراق لسألني الله تبارك وتعالى عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا ابن الخطاب؟ إذن هو كذلك خرج يعس كعادته، يطوف في طرقات وشوارع المدينة المنورة والناس نياما. فمر في تلك الليلة بإحدى بيوتات المسلمين، فإذا به يسمع امرأة تقول وهي لا تعلم أن أحدا من الناس استمع إليها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه، لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فمن الذي خافته تلك المرأة المباركة، امرأة لوحدها في قعر بيتها
وفي ظلمة الليل وقد هدأت العيون، وفي غيبة طويلة لزوجها حيث خرج مع جيش المسلمين للجهاد في سبيل الله، إنها والله ما خافت غير الله. استمع إليها وهي تقول: مخافة ربي، مخافة ربي، والحياء يصدني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. إنها والله ما منعها من الوقوع في الحرام إلا خوفها من الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إنها والله ما خشيت إلا الله، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. عباد الله، كانت تلك نتف من أخبار أحوال الخائفين من الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين. وإن كنا في الحقيقة نحن أحق وأجدر بالخوف منهم، ولكن كما قال صاحب الإحياء رحمة الله تبارك وتعالى عنه: ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب، بل بصفاء القلوب وكمال الطاعة لعلام الغيوب. وليس ما نشعر به من أمن وليس ما نشعر به من أمن من مكر الله لقلة ذنوبنا وكثرة طاعتنا، بل قادتنا شهوتنا وغلبت علينا شقوتنا وصدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا. فلا قرب الرحيل ينبهنا، ولا كثرة الذنوب تحركنا، ولا علمنا بأحوال الخائفين يخوفنا، ولا خطر الخاتمة يزعجنا. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يتداركنا بفضله وجوده، أن يتدارك بفضله وجوده أحوالنا، وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا. اللهم آمين. سئل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عن أحوال الخائفين، فقال: الخائفون قلوبهم بالخوف قرحة، قلوبهم بالخوف قرحة، وأعينهم باكية، يقولون: كيف نفرح والموت من ورائنا، والقبر من أمامنا، والقيامة موعدنا، وعلى جهنم طريقنا، وبين يدي الله موقفنا، وما من يخاف البعث والنار آمن، ولكن حزين موجع القلب خائف، إذا مر ذكر الموت أوجع قلبه، وهيج أحزانا ذنوب سوالف. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله جل في علاه أمركم بأمر عظيم، بدأ فيه بنفسه وثن فيه بملائكة قدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت حبيبنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، أصلح لنا نفوسنا، اللهم أصلح نفوسنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إننا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ
نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وجنة المأوى. اللهم يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين في سوريا. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم نفس همهم، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا. اللهم انصر مجاهديهم، اللهم انصر مجاهديهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن معهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تفك أسرى المسلمين، اللهم فك أسرى إخواننا المأسورين، اللهم فك أسرى إخواننا المأسورين، اللهم وأطلق إخواننا المسجونين يا أرحم الراحمين، ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة. إلى الصلاة.